بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا أعزائي مشاهدين ومستمعين، معكم عبد القادر السلات يوسف الملقب عبد القادر أبو. ها هنا نحن في وسط في عاصمة مقديشو، وسنتعرف خلال هذا الفيديو ما هو أكثر أماكن مزدحما في عاصمة مقديشو. ابقوا معنا. هنا في طريق رقم 4، يعتبر هذا الطريق أكثر طريقا مزدحما في عاصمة مقديشو. والطريق رقم 5 هو ثاني أكثر طريقا مزدحما في عاصمة مقديشو، وهو الطريق الذي وقع فيه الانفجار 14 من تشرين الأول عام 2017. ينضم إلينا الخبير العلاقات الاجتماعي السيد عبد النور عبد الله. السيد عبد النور، كيف كان الوضع ذاك اليوم؟ كان الأمر ذاك اليوم مزعج جدا، وقد تأثر كثير من الصور. كان أمر مزعج نوعا ما، ولكن بعد مرور الوقت عاد الوضع مجددا كما كان سابقا. عبد القادر أبو، MM2 مقديشو.